احمد ايمن سليم، الفرقه الرابعه، هندسه كهرباء، جامعه بنها. عرفت التدريب ازاي؟ عن طريق واحد صاحبي. استفدت حاجات كتير، عرفت ازاي اعرف اصلا ابدا اشتغل بره بعيدا عن نظام الكليه خالص، وتعلمت ازاي يعني يبقى في حد بيضغط عليك في شغل، بس ضغط كويس، مش الضغط اللي هو انت بتعمل حاجه مش مفيده، وده كويس جدا. واعتمدت على نفسي في حاجات، انك تدور على النت بقى في حاجات تعرف تمشي بقى شغلك بنسبه 80%. رجع للمدربين بنسبه كام في الميه؟ 70%. بالنسبه اللي هيخش بعد كده، لو انت عامل حسابك انك مش متقبل الضغط، فده مش صح. لازم تتقبل الضغط، ولازم الضغط تكون مقتنع بيه انك هتستفاد بيه. ده ضغط، مش عايزين يغلطوك او مش عايزين يضغطوا عليك وخلاص، لا، انت ده ضغط جزء من الواقع، جزء من اللي بره. هو اكيد هتبقى صعب عشان لسه في البدايه وعمرك ما ضغطت بالشكل ده، بس لو انت مقتنع ان ده هيفيدك فقشطه، تمام. فلازم تبقى مقتنع بكده، ان الضغط ده له نتيجه مش هتشوفها دلوقتي، هتحس بيها جزء شويه بس، ما هتشوفها اكتر بعدين لما تنزل سوق العمل.